ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده يا اصحابي حصل معانا حاجه غريبه قوي، موقف غريب جدا، بس انا مش هقول لكم عليه وهحرقه لكم دلوقتي. يلا بينا كلنا نشوف الفيديو مع بعض ونشوف ايه اللي حصل لبابا وعربيته النهارده. انا قلت عربيته، يا دي النيله. طب خلاص خلاص، معلش ما اقصدش والله، بس بصوا لازم الاول نعمل شير ولايك للفيديو. انا عايزكم توصلوا الفيديو ده ل 10000 لايك، وكمان تعملوا سبسكرايب في القناة علشان يوصلكوا كل الفيديوهات بتاعتنا انا وطنطم الجديدة. يلا بينا بقى نشوف ايه اللي حصل النهاردة. يلا بقى يا توتا، كفاية نوم كده، عمالة تنامي في الصالة وفي الأوضة وفي كل البيت. يلا بقى. وبابا فين يا ماما؟ انا عاوز اخرج شوية مع بابا. بابا في الأوضة يا ستي. طيب انا هناديله يجي حالا هنا. يا عمو شريف، عمو شريف. ايه ده؟ صار في حد بيناديله زيي يا ماما، استني. الحق يا عمو شريف. ايه ده ايه ده، في ايه يا فارس؟ بتنده ليه كده؟ فارس صاحبي، ده فارس صاحبي يا ماما بينادي. الحقي يا طنط علا، الحقي. اطلع يا فارس هنا، تعالى تعالى. مش هينفع يا طنط علا، الحقوا الحقوا العربية بتاعت عمو شريف. مالها؟ البتاع الكبير ده اخدها من هنا. ماما معقول؟ يا نهار ابيض، يا شريف يا شريف، الحق يا شريف عربيتك عربيتك يا شريف. الونش واخدها وماشي. استنى يا عمو الونش، يا عمو الونش استنى. اجري يا شريف اجري. استنى بابا جاي ياخد العربيه منك. يا عم الونش، يا عم الونش، ابوس ايدك. عربيتي يا عربيتي. اجري يا شريف اجري اجري يا بابا اجري. عربيتي عربيتي. شكلك يضحك خالص يا ماما وانت بتجري ورا عم الونش. اسكت يا توتة، ما لحقتهمش ما لحقتهمش يا علا. يعني العربية خدها عمه يا بابا؟ يا نهار ابيض يا شريف. طب وبعدين المفروض الحل ايه دلوقتي؟ المفروض ان انا هجري على المرور بقى واقعد موال طويل لحد ما ارجع العربية. يا خبر ابيض يا بابا، يعني ما ينفعش نكلم عمه في التليفون ونقول له رجع لنا عربيتنا؟ والله بقى انا شايف ان احنا لازم نشوف حد واسطة كده. كلم عمر كده، شوف جايز يعرف حد في المرور يسلك لنا الموضوع ده، مع اني ما كنتش راكن غلط. امال هو خد العربية ليه يا بابا؟ لا لا، اكيد كنت راكن غلط يا شريف وما خدتش بالك. لا لا يا ماما، هو اكيد كان محتاج العربيه يروح بيها مشوار وهيرجعها مكانها تاني. مشوار ايه بس يا توتا اللي هو محتاج العربيه فيه؟ يا غلبك يا شريف، تروح فين دلوقتي يا شريف؟ الحقني يا عمر الحقني، يا رب بس يكون عارف حد. ياني. ها توتا عملتوا ايه؟ ما جبناش العربيه يا فارس، انت ما قلتلناش من بدري ليه علشان نلحقها طالما شفتها؟ انا ببص يا بنتي بالصدفه كده لقيتهم واخدين العربيه بتاعتكم. بجد يعني انت ما شفتهمش؟ ما انا اول ما شفتهم ندهتلكم على طول. يعني عمو شريف ما لحقش ال... لا ما لحقهاش يا فارس. مش عارفه هنجيب العربيه ازاي دلوقتي، والونش ده خد العربيه ليه اصلا؟ زمان عمو شريف زعلان قوي يا توتا. ايوه طبعا زعلان قوي، وعمال يعمل تليفونات تليفونات جوه، بس مش عارفه مين اللي هيجيب لنا عربيتنا. ربنا معاكوا بقى، انا راجع لماما علشان ما اتاخرش. سلم لي على مزونه. حاضر حاضر، يوصل يا حبيبتي، مع السلامه. شفت بقى يا سيدي اللي حصل؟ اديني حكيت لك كل اللي حصل. قول لي بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش حل غير اننا نروح المرور يا شريف. ايدي على كتفك، بس هنروح لمين في المرور؟ انا معرفش اي حد. سيبك حد هناك. سيبوا عليا الموضوع ده، انا عارف حد هناك ان شاء الله يخلص لنا الموضوع ده بكل سهوله ويطلع لنا العربيه سليمه باذن الله، ما ناخدهاش قطعه. ربنا يستر. طب يلا بينا بقى. يلا يلا علشان ما نتاخرش. انت واقف ليه يا عمر؟ ما يلا ندخل. استعجل عليه بس يا شريف، استنى انا مستني الرائد حسام، هو زمانه جاي دلوقتي. انت عارف مواعيده ولا ايه يا عمر؟ ايوه ايوه، هو قال لي ان هو على وصول قدامه 10 دقايق بالكتير ويوصل. يا مسهل يا رب. اهو اهو وصل يا عم، الحمد لله الحمد لله. اهلا اهلا، ازيك يا رائد حسام؟ اهلا اهلا يا استاذ عمر، ازي حضرتك؟ ازيك ازيك يا استاذ شريف. تمام تمام يا رائد حسام، والله احنا جايين لحضرتك في حاجه كده. خير يا جماعه، انتوا تامروا يا استاذ عمر، اتفضل. والله يا رائد حسام انا وشي منك في الارض، ان انت بصراحه عملت لي خدمات كتير قوي وانا مش عارف ارد جمايلك ازاي. لا جمايل ولا حاجه، احنا في خدمه الشعب. قول قول في ايه. عربيه الاستاذ شريف كانت راكنه قدام البيت للاسف، وفجاه لا الونش اخدها. اكيد حضرتك كنت راكن غلط بقى. لا والله يا رائد حسام انا ما كنتش راكن غلط، بس يمكن اكون فعلا ما ظبطتش الزوايا بس بتاعت العربيه وما حيطهاش على الرصيف، علشان كده بقى العربيه اتكلبشت يا شريف. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي يا رائد حسام؟ انت عارف ان العربيات لما بياخدوها بترجع قطع، احنا عايزين نلحق العربيه دي قبل ما تتفرد. لا لا ده امر بسيط جدا، بس يا دوب اطلع مكتبي والحقها، بس هيبقى في غرامه بسيطه كده يا استاذ شريف. مش مشكله يا فندم، احنا مستعدين ندفع اي غرامه، بس العربيه حضرتك ترجع سليمه. انا العربيه دي لسه شاريها جديده. ولا يهمك ولا يهمك، 5 دقايق وهرجع لك. كابوا الكابوا يا جماعه عشان نروح نستلم العربيه. اكيد خلاص هنستلمها دلوقتي.
اجري يا عمر، انت لسه هتسأل، اجري. حاضر حاضر. عربيتي عربيتي يا عمر، عربيتي، اجري اجري يا عمر. نزلها نزلها يا عم، نزلها نزلها، انت رافعها كده ليه؟ ما تخافيش، ما تزعليش يا عربيتي، ما تزعليش. ده صاحبك ده نكتة يا استاذ عمر. خلاص يا شريف، اهدى اهدى، خلاص هينزلوها لك. نزلها بقى يا عم، ارجوك ارجوك نزلها. قول له قول له يا رائد حسام، ابوس ايدك، قول له نزلها نزلها والنبي نزلها. حاضر، اهدى بس يا شريف. حاضر حاضر. وحشتيني قوي يا غاليه، وحشتيني. بعد كده هركنك مظبوط عشان ما حدش يقدر ياخدك مني. خلاص خلاص يا شريف، كفايه بوس في العربيه يا ابني، كفايه تروح مني يا عمر. ضحكت الضابط علينا، تعالى يلا يلا. ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها، وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت، هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل ألعابنا الجديدة اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكرة يا أصحابي مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة، قناة ألعابي. باي باي يا أصحابي.